هو الواجب انه في حكومة الثورة والحكومة المؤقتة انه الدولة ترفع جميع الرسم على منتج القمح، اي رسم موية الا الزكاة. لا الموية طبعا دي هي ذاتها حاجة زهيدة، يعني الفدان 250 جنيه، 250 جنيه احنا نشرب موية في الشارع لا احنا عندنا الحواش الان في النيل الابيض تتجاوز ال 2000 او قريب ال 4000. لا معناه النيل الابيض ده عنده سياسات خاصه وما بعرف السر، يمكن لانه الري ما انسياب بالوقود بالجازولين وكذا، فدي لها معالجات. لكن احنا مثلا عندنا في الجزيره في معظم المشاريع المرويه دي انه الفدان 250 جنيه الري، يعني 750 الحواشة ده لحد السنة اللي فاتت يعني. وأنا أفتكر دي حاجة زهيدة جدا جدا، وما بس هو في النهاية أنت بتتغلب على الحياة دي شنو؟ بأنك أنت ترفع الإنتاجية الرأسية، يعني فدانك بدل ما يجيب 10 شوالات خليه يجيب 20 شوال. أنا ضربت الحواشة دي الفدان ما بين 9000 إلى 9500 جنيه كومبوليت دي كلفته. فالفدان ده لو جاب 20 شوال بيعمل معاك عبارة تاعت 50,000 جنيه، لو 50,000 جنيه كلفة كلها 9,000. فبالتالي المزارع ربحان ربح كبير، لكن بس المزارع داير إرشاد، داير مدخلاته مبكرا. يعني الآن السعر ده أعلى سعر في العالم، كون الدولة تأخذ القمح من المنتج السوداني ب 2500 شوال، سعر التأشيري اللي ذكروا ده سعر تركيزي، أنا أفتكر ده ما في العالم. فده حافز كبير جدا جدا، وأنا أفتكر أنه خيرا فعلت الدولة هذا العام وأعلنت مبكرا أنه شوال القمح ب 2500 جنيه. عشان كده الآن المزارعين كل زول شغال بيحضر. الآن أنا اتصلت واتصلوا عليه المزارعين مستعدين استعدادات كاملة، وأنا أتوقع إنه هذا العام يكون فيه إنتاج وفير جدا جدا، لكن لابد يطلع قرار وينفذ. اللي هو إنه إلغاء جميع الرسوم على إنتاج القمح إلا الزكاة، لأن الزكاة ده حق ربنا. صحيح. غير الزكاة تاني ما في أي رسم، لا رسوم محلية لا رسوم ولاية مطلقا، لا جبانة لا غيره، عشان نضمن إنه ده واحد من الدعم. يعني كتير لما تدعم المنتج، والمنتجين ديل هم ذاتهم ناس من الشرائح الفقيره بالمناسبه، مزارعين ديل، فانا افتكر دي برضها من ضمن الدعم يعني. فلذلك كويس انك انت اشرت لمساله النيل الابيض، ولازم تراجع السياسات بتاعه الزراعه في النيل الابيض. النيل الابيض منتج قمح بالمناسبه، صحيح، منتج جدا جدا، وفي السنه دي زرعوا كميات كبيره في مصنع السكر في اراضي السكر بتاع النيل الابيض، وانتج انتاج كبير جدا جدا. وبالتالي الأرض اللي ما صلحت لإنتاج قصب السكر ممكن أن تزرع قمح، وأيضا هو لا يقل أهمية عن السكر، يعني إذا ما كان هو أكثر أهمية منه. يعني إحنا السكر ما فوقه حرب، لكن القمح فوقه حرب. السكر ما بيلو بيدك، لكن القمح بيلو بيدك، بيكسر بإرادتك. فبالتالي أنا أفتكر أنه الآن التوجه كله نحن الحل النهائي والأبدي والسرمدي انه نحن ننتج كل قمحنا، نذلل جميع العقبات التي تحول دون انتاج القمح محليا. طيب. كل العقبات.